صلى الله عليكم. المرسلة الثناء محمد من الرياض تقول: صليت العصر ثم شككت هل صليت ثلاثا، شككت أني صليت ثلاثا فصليت واحدة هي الرابعة، فماذا أفعل بالسجود؟ هل أسجد للسهو قبل السلام أو بعده؟ وماذا علي إذا نسيت السجود كله؟ أفتوني مأجورين. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، إلا أنه إذا كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن كان عن نقص في الصلاة سهوا فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإذا تركه الإنسان وطال الفصل فإنه يسقط عنه، أما إذا تركه ولم يطل الفصل فإنه يعود ويسجد للسهو. نعم.